وصلنا الى البيت اللي سقط الجدار ماله. طبعا هذا الجدار تم سقوطه. خلينا نشوفه بالبيت او البيت خلينا نشوفه بالبيت. طبعا هاي سقطت يعني من فوق سقطت يعني هاي من فوق سقطت هاي الفوق هذا ما شاء الله يعني متر ونص او مترين عرض الفرع. كان رجل عايمشي او امراه او طفل كان ما خرج من السلامه. طبعا الاشكاليه اعزائي المشاهدين طبعا هاي سقطت من الجانب الايمن على اليسار يعني هاي الاشكاليه مو توقع عدله. تشوفون هو هذا الخطر اللي ممكن هسه يوقع علينا، ولكن احنا موجودين في مكان الخطر، ولكن احنا ما يهمنا ان شاء الله في الموصليه نحاول ننقل الحقيقه. طبعا الاشكاليه الكبيره انه دخلنا الى البيت هذا، بيت صورناه قبل سنه ونادينا وصرخنا وقلنا يا معودين يا ناس بس تعالوا سووا لنا البيت هذا الاثري. طبعا تشوفون حاليا سقط هذا البيت وهذا سلامات. طبعا هذا من الاشياء. طبعا هذا الحجر هو اللي سقط هذا الحجر اللي سقط هذا ممكن لو واقع على عائله كامله كان موتهم، ولكن الحمد لله على سلامتهم. تشوفون اعزائي المشاهدين هذا ممكن في اي لحظه يسقط جدار، هذا الجدار ممكن في اي لحظه يسقط وممكن يؤذينا العائله. ولهذا السبب انا اطالب الجهات المعنيه اما يعني ترميم هذه الدروة، اما يعني طبعا هاي تابعه للاثر ايضا، يعني ايضا الاثار تابعه. فاحنا خوفنا من هاي من هذه الزوايا خوفنا. تشوفون هاي قبل فتره جيراننا شال التكي مالهم، وهسه هذا على الحجه الحائط مالنا. شوف هسه هذا بوش يعني تقف منه غير ممكن هذا الكونكريت هنا بأي لحظة. وهاي نفس الحالة هذا طايف هذا الجدار منه. قفلت تصورتنا قبل فترة بالصيف بالدنيا حارة. من قلت لك هذا البيت كذا من ضربة كان غرفتين انشال، فالبيت ضعضع. اخوان هلا بالمنطقة القديمة يا معودين، يا مسؤولين في بغداد، يا مسؤولين في نينوى، يا مسؤولين في اربيل همين، يا مسؤولين في النجف الاشرف، دير بالكم على المنطقه القديمه. يريدون يعيشون الناس ونعطيهم ملابس ونعطيهم. هسه حاول لازم نوزع مدافع نفطيه، ولازم نوزع بطانيات لهم المساكين. انا متاكد ما عندهم بطانيات، ولازم نوزع لهم نفط غاز ها حتى يقدرون يعيشون. مو انت عايشت على سبلت وحضره جنابك وش اسمه متهني ها زين. نوزع لهم جزم همين. هسه احنا بالموصل لازم نشتري لنا جزم، لانه من اوغادي ما شاء الله الفيضانات راح تستمر لو استمرت حاله غلق المنافذ الصندوقيه اللي موجوده باحياء الغزلاني او المناطق الاخرى. لكم ونرشدكم ونوجهكم بالخصوص هذا، حتى الاطفال يعني لا تزوم على الدكان، حاول قدر الامكان انت مثلا حضرتك تروح على الدكان اذا عندك حاجه، طالما المنطقة مو أمينة والجدران مو أمينة. أنت تعرف ظرف المنطقة القديمة. نعم حفاظا على سلامة ذول الأطفال. أيضا يعني أنت دير بالكم من الأسلاك الكهربائية. أنت ساحب مولدة؟ أي والله الباحة انقطع الواير البوري العمود مالنا مو الباحة قاعد ستارة؟ انقطع الواير اي بقع فقبرت على مويدك في الكهرب مالنا صار بالمي. يلا شكرا واعلن ما حمل ودك بالناس رايحة جاي خطي عن نيتها وتوخ واخوة تربيت كل وقعت فانتبهوا يعني اطلع لكم اكثر قدر ممكن من الجدران. ممكن هذا يسقط في لحظه من اللحظات، ولكن الله يحفظنا ويحفظ الجميع. تشوفون حاليا هذا حاليا حجي شلونك حجي؟ هلا مرحبا. اي ما وقع البارحه؟ والله هذا الباحه وقع يعني بعد ما نزلت المطر من حاله انهار نزل على 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 الفرع بالفعل. ما تاذى احد؟ والحمد لله يعني ماكو كان مره، والسقوط ماله كان وجه الصبح. الحمد لله على سلامتكم الحمد لله. بس هذا ممكن باي لحظه يوقع باعتيادي، لان المي هسه يخلد داخل الحيطان، ماكو يعني تسريب للمي او مزريب اللي يخرج المي من السطح ينزله على العوجه. فعلا يعني توقف المياه اللي تخلي سقوط سريع الحائط يوقع. فاذا اذا مشاهدين احنا ننقل لكم هاي الصوره ونطالب هذا يعني هل شوف هسه ذاك هذا الزاوية يعني هاي راح تسقط أي لحظة والله يستر منها. خلينا نشوف لنا هذا البيت اللي ممكن يسقط في لحظات. طبعا تشوفون الشقوق اللي طبعا أثر الأمطار. طبعا الأمطار ما بيها مثل ما أقول منافذ حتى تنزل الأرض. تشوفون هاي بداية سقوط هذا الجدار. طبعا البيت قديم وإحنا خوفنا على مواطنينا ممكن اللي يمرون من المكان هذا وممكن يسقط عليهم. طبعا يعني بيت قديم عمره من 300 سنه او 400 سنه ممكن يسقط طبعا، وهذا اللي نريد نشوف له حل
في القريب العاجل. على هجة على هجة. تعالي تعالي على هجة. على هجة. البيت حاليا راح ينهار احتمال الدقائق المقبلة راح يشكل عامل خطر على المواطنين. فاحتمال انهياره عن قريب إن شاء الله. ويكون ما يحدث أي ضرر بالمواطنين. وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يعدي على خير. وإن توقفت الأمطار. وإن شاء الله. وين؟ أرجع. أرجع. حذرنا العوائل انه ما حد يخرج من الدار من داره الى ان ينهار البيت عن قريب ان شاء الله. اشكرهم قلبا ولسانا هؤلاء الابطال الجنود المجهولين الذين يجوبون في شوارع نينوى وايضا يذهبون للنجده من خلال مكالمات المواطنين. طبعا واحد واحد مو 115 اتصال مجاني على كافه الخطوط. اسيا زين كورك، احنا مستعدين لتلبيه نداء اي مواطن.